لكن خلينا نسأل الهدفين دخلوا ازاي في نادي الزمالك؟ ان انت كنادي الزمالك تبقى كسبان ثلاثة يدخل فيك هدفين، ده برضو ده موضوع لازم نفكر فيه، وتتهدد بثلاث اربع فرص خطيره غيرها، مظبوط، اللي جت في العارضه من شادي و... لا في امور لازم الاثنين اللي شالوهم على الخط، حسام عبد المجيد ومحمد طارق من على الخط الاثنين، فما ينفعش يبقى الونش وحسام عبد المجيد موجودين، يعني حسام لسه شويه محتاج عبد الغني محمود او محمود علاء وبعد كده استعين بحسام عبد محمود علاء طبعا لسه مصاب ومحمد عبد الغني اصابه برضو من لعب ماتش الاهلي وهو مصاب فما عرفش يلعب اللي بعده، فعشان كده في اتنين شباب بجوار الونش اللي هو نفسه مش في افضل حالاته، هتبقى صعبه اللي هو الونش يشيل الاثنين. هو في كمان ملاحظه بالنسبه لموضوع شيكابالا، هو كمان انا لاحظت ان نزول بدري، يعني يعني لما تبص على الدقيقه نازل فيها شيكابالا تقريبا في الدقيقه 68 يعني الوقت كمان مهم جدا في التغيير النهارده، احيانا احيانا بعض المديرين الفنيين بتخدعهم النتيجه ويقول لك 3-0 وانا النهارده مستريح ولاعب زي شيكابالا بحجم شيكابالا موجود على الدكه برضو، بتبقى ليها ضغوط شويه على المديرين الفنيين، ولكن انا شايف برضو ان توقيت التغيير كمان مهم جدا، يعني كان ممكن مثلا في الدقيقه 75 يعني اخر التغيير شويه للدقيقه 75 هو زي ما قلت التوقيت، اعتقد اطمن 3-0 دي خلصتني انا كمدرب هطمن، يعني 3-0 وماشي بشكل كويس، مش يعني مش قلقان، لكن لما هو عمل التغييرات دي حصل التحول الرهيب ونزول صالح جمعه ده وخد نص الملعب نادي الزمالك، ده اللي خلى الامور تختلف. يعني بالظبط. طيب الزمالك لسه على القمه والصداره كل ما انت محافظ عليها حتى وان كان للاهلي مؤجلات، هي محاوله ضغط على الاهلي انه ما يعرفش يلحقني. صحيح. ده تفكير الزمالك، شايف ازاي المشهد في ضوء ان الماتش وبيومين تروح لاعب اللي بعده على شكل المسابقه يا كابتن عمر؟ هو طبعا صراع جميل، هيبدا صراع جميل طبعا وانا في اعتقادي ان الزمالك كل ما هيكسب كل ما هيعمل ضغط على الاهلي، والزمالك علشان يعني لعيبته او جهازه او المسؤولين عن الـ عن الـ عن الفريق بشكل كبير لو ركزوا في ان هم بس يكسبوا انا اعتقد في الاخر ممكن مع مباراه يعني مع تولي المباراه هيبقى في اكيد تعثر سواء للاهلي او الزمالك. أيوة. ولكن الزمالك بيلعب، انا من وجهه نظري حاليا المفروض يلعب بدون ضغوط، لان هو ماتشاته كامله، الفريق في حاله كويسه بشكل كويس، لو حافظوا على تركيزهم في الحاله اللي هم فيها وحافظوا على توالي المكسب واعتقد ان ده هيمثل ضغط كبير جدا على النادي الاهلي. شادي حسين بعد كل المحاولات دي والهدف اللي سجله خرج مستبدلا ونزل مكانه بديله مروان عثمان. كابتن وليد بتشوف ازاي شادي كمهاجم وشفت ازاي اداؤه النهارده بشكل عام الاول؟ بشكل عام شادي لعيب كويس، عنده الامكانيات اللي هو اسمه يتقال كتير في الدوري المصري. بيعرف يجيب اهداف قوي، لكن الفرص بيجيله كتير ما بعرفش يستغلها. يعني ممكن خمس ست فرص يجيله يجيب منها واحده، وده قليل جدا، نسبه قليله في الامكانيات اللي هو بيمتلكها. زائد برضو هو من النوع اللي يعني يجيب هدف مش متوقع، زي جون اللي جابه النهارده في الزمالك. صعب جدا تدخل، صح، في مراوغه حلوه وفي زاويه بعيده ده يبين امكانياته عاليه، اللي هي الحركه الانتقاليه من الخطوه اليمين يزق باليمين عشان يسند على الشمال. أيوة. الخطوه دي مهمه جدا، دي ما تلاقيهاش في 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 كل اللعيبه. أيوة. النقله دي، الحركه الانتقاليه دي، فدي مع المجهود البدني مع التصويب، يعني بيشد كل عضلات جسمه وهو بيشوط. لا الجون ده يبين امكانيات عاليه جدا، صح، زي حسام حسن. انا بقول احسن فريق في مصر حسام حسن، وموسيماني خلص عليه وعلى لعيبه كتير، وسامي قمصانه هو رجعه للحياه، كانت هتفيد. الكلام ده انا قلته قبل الماتش من فتره، ان 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 في لعيبه كتير في النادي الاهلي كانت هتفيد منتخب مصر في وقت من الاوقات، لكن موسيماني بعدهم جدا وخلص عليهم بشكل كبير جدا. ده الجول، هتكلم معاك عن القصه دي، بس انت